لأنه بعد الطوفان الناس اجتمعوا في بلبلة الألسنة. بلبلة الألسنة، الناس اجتمعوا وحبوا يعبدوا آلهة السماء، وحبوا يبنوا برج عالي رأسه في السماء عشان يعبدوا عليه عبادات وثنية. لكن الرب بلبل ألسنتهم وعطاهم اللغات المختلفة وتفرقوا في الأرض. وكان الوعد طبعا بمجيء المسيح من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وحتى من يعقوب. يعقوب كان عنده 12 ابن، نعم، وعمله 12 سبت، قال من سبت يهوذا، نعم، ومن بيت داود. قد إيه النسل بتاع المسيح مهم جدا. وده اللي بنقراه في مثلا في متى أصحاح واحد وفي لوقا، ونلاقي أسماء وراء أسماء وراء. دي مهمة جدا، لأن دي الدليل على أن المسيح جاء حسب الجسد من سبت يهوذا، من السيدة العذراء مريم، عشان يكون البديل عننا على الصليب.